السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض الفطاير اللذيذه اللي انتوا شايفينها دي، تنفع بقى فطار او عشاء بطريقه سهله وبسيطه جدا. يلا بينا بقى على الطريقه. احتاج بقى لفه من الجلاش، وعندي هنا فلفل الوان مقطعه شرايح، وهنا زيتون مخلي، وجبنه موتزاريلا. ده لو عندك يعني متوفر ماشي، مش متوفر خلاص. واي جبن بقى عندك في الثلاجه، جبن بقى لانشون، بسطرمه، اي حاجه. وعندي هنا معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت. هبدا بقى اخد قطعتين كده من الجلاش، والباقي طبعا هنغطيه كده، يعني كل ما ناخد نغطي الجلاش عشان خاطر بس ما ينشفش معانا. هبدأ ادهن بقى كده الجلاش، وهضيف بقى عليها طبقة تانية كده من الجلاش. هجيب بقى عندي الجبنة الموتزاريلا كده، هجيب شرايح الفلفل، اي فلفل بقى عندك يعني اخضر، الوان، اي حاجة، وزيتون. هضيف بقى الجبنه الرومي واللانشون. اكله سهله وبسيطه وما بتاخدش مننا وقت خالص. الواحد طبعا زهق بقى من الفطار بقى والعشاء، تبقى محتارين كده نعمل ايه. بنحط كمان شريحه من البسطرمه، واخر حاجه الجبنه الموتزاريلا. نرش كده رشه من الموتزاريلا، وهدهن كده برضو من الحرفين، وهقفل بقى كده. نعمله سندوتش كده، وندهن بقى كده الحرف، ونقفله بالشكل ده معانا، يبقى شكله كده معانا في الاخر. شايفين بقى شكله جميل جدا. هعمل بقى انا بقيه الكميه معايا بالشكل دوت وهوريها لكم. كده خلصت الكميه معايا كلها، هنسويه بقى كده على البوتاجاز. هجيب بقى عندي الطاسه وعلى نار متوسطه، وابدا كده احط يعني كده معلقتين من الزيت، وهحط بقى الفطاير بتاعتنا كده. وهسيبها بقى كده اول ما تحمر معايا من تحت، يعني بالظبط ما بتاخدش دقيقتين ثلاثه، يعني هنقلبها على الناحيه الثانيه على طول. اول بقى ما يبدا يحمر كده معايا من تحت هنقلبه على الناحيه الثانيه على طول. سهل وبسيط وما بياخدش مننا وقت خالص. نبدا بقى نطلع الفطاير اول كده ما تحمر معايا من الجهه الثانيه. شايفين بقى جميله ازاي، ما تاخدش وقت خالص. برضه احط كده معلقه كبيره من الزيت، ونحط برضه الفطاير. خلصت الكميه كلها، شايفين بقى جميل ازاي، حلو جدا. فطاير سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص، وبتطلع طعمها تحفه. طبعا سخنه جدا، مش عارفه بقى افتحها لكم. شايفين بقى عامله ازاي، حلوه جدا تحفه. ان شاء الله بقى هتجربوها وهتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو بقى اتمنى تنوروني وتدوسوا لايك واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله.